إذا نحن عندنا هامة زي عمر هارون فقدناه، إذا نحن عندنا عقل زي عمر هارون فقدناه، نحن قاعدين نسوي شنو؟ الجيل الجاي ده يدرس كيف؟ الجيل الجاي ده بياته معلومة يتصلوا. فلازم جات الثورة دي الحمد لله جات على خير، جات على وعي لشبابنا، وعي لشبابنا وإدراكنا. الشاب لما قال حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، دي في أوائل أوائل الحراك الشعبي، أوائل الحراك اللي كان في الأحياء. لما نحن بنجيب اللاستيك يا جماعة، اللاستيك عارفين بيحرقوه كيف؟ نحن بنجي اللاستيك أول حاجة شاب بيجي بدردق اللاستيك وبنخطه في ركن قبل ما نطلع الظلام. بيجي واحد شايل الكريستال اللي فيها الجازي وبيجي يمشي عليها، والثالث بيجي بالكبريت الكيزان والجكر بالحقونه بالتاتشرات. للاسف الشديد ضيعنا شنو؟ الامنجي اللي نحن بنهتف به، الكوز داخل الحله، الكوز داخل الحله ده بيجي يقول فلان وفلان وفلان وفلان. نحن ثورتنا دي لما جت بوعي، جت بحريه، جت بحريه انك تمسي صوتك، انك تقول انا سوداني، انا من حقي، انا طالب، انا داير وطن داير. ده الوعي نحن جانا، ده الوعي نحن طالبنا به في هذه الثوره. لما سلام وعداله، السلام اجي القى بروف زي عمر هارون، اجي طالب خاش الجامعه اجي القى بروف يدرسني، اجي القاه. ثاني حاجه هذا شاب في مقتبل عمره احمد المحتس توفى في مستشفى، ولما لحقوه هنا في سور القياده طالب نادى باعلى صوته، نادى باعلى صوته. اذا نحن شباب يا اخواننا عندنا وعي في سلوكنا وعندنا وعي في ادراكنا. يا جماعه نحن شعب سوداني، نحن اكرم مخالق الله، الله خلقهم في الارض. الشعب السوداني بيقوم بالطيبه، والله العظيم يا شباب اسال الدول العربيه. الواحد لما يقول لك يا اخي انا داير سوداني، عارف السوداني اول حاجه امين، عارف زول عنده اخلاق. نحن يا جماعه شعب طيب، ما يحكمونا زي ديل، ما يحكمونا زي ديل يا جماعه. نحن شعب جميل جدا جدا، نحن شعب في اخلاقنا. نحن رمضان بيجي بيحكي بينا بطيبتنا وباخلاقنا وبرعايتنا للناس يا جماعه. الليله السوداني لو شاف اخوه في محنه من غير ما يشعر هو راجل تلقى دمعته سالت، لانه هو حنين. ده نحن السودانيين يجي يحكمونا ديل يا جماعه. دكتور ما تلقى في الجامعه، مختفي منذ سنوات عديده، شاب يا دوبه بخلص في الدبلوم العيادي، خلص البكالوريوس ودار ينشل ودار ينهب بالعلم، تجي تقتله بالرصاصه؟ تحكم مصيره انت؟ انت مش هتحكم مصيره. انا ما وطن ومواطن زيك، سوري زيك، بلادي بصوتي، حريتي خلق لي ربنا انه انا اقول صوت، اقول لا. عشان كده انا بقول احلى رمضان في القياده، صايمين رمضان من غير شنو؟ صايمين رمضان من غير شنو؟ تصوتنا يا جماعه، دي حريتنا، دي اخلاقنا. الليله انا ماشي في الشارع لقيت اخوي مقطوع، انا سايق عربيه بقف له، ده كرم السودانيين يا جماعه. نحن سوداني مواصل، نحن والله العظيم الناس السافروا برا السعوديه والدول الخليجيه والدول العربيه، والله العظيم مشهودين بالسودان هو شنو. والله انا بقول لكم على حق، والله معروف السوداني هو شنو. السوداني ذو الحاره والحقاره ما بيرضاها، وفي الطيبه وفي الاخلاق هو سيده. يا جماعه نحن شعبي جميل، شعبي متواصل، شعبي بحب وشعبي بجماله. نحافظ على سلوكنا، نحافظ على اننا نحن سوداني. الثوره بتاعتنا دي نحافظ عليها. دم اخواننا ديل يا جماعه نحن بنهتف بنجيبه، ودم شديد دم شهيد ما راح، دم شهيد ما راح. مسؤول منه انا، مسؤول منه انت بكنداكا، مسؤولين منه كلنا. تدمنا تدم اخونا الغالي، تدم اخونا الغالي يا جماعه. نحن لازم نمسك على زمام الامر، نقيف وما بنمشي وما بنتغشى ما لم يتحاسب شنو؟ بيشا وعلي عثمان وكتايبه. يا جماعه ده وعينا، ده حقنا، ما ينسرق، ما ينسرق. نحن نفهم الحاصل علينا، نفهم مطالبنا. نحن جايين لشنو؟ جايين للوعي، جايين للثقافه، جايين لسودان حر يسع الجميع. كلنا اخوان وكلنا دارفور وكلنا وطن واحد يسع الجميع.
وطن واحد يسع الجميع. ما في لا جهوية لا عنصرية لا قبلية بيناتنا، كلنا شنو؟ وطن واحد اسمه السودان يسعنا حتى نصبح. يا جماعة الدولة بتاعتنا دي بدأت بالتضحية من 19 ديسمبر، شهداء قدموا وما قدموا، قدموا فداءهم عشان احنا نصل للمنطقة دي، عشان احنا نقف قدامهم ونقول لهم لا لا بصوت عالي، نحافظ على الدم ده، نحافظ على وعينا، نحافظ على مطالبنا. الليلة الناس اللي قدموا ديل دمهم ده نلبس ويشح ونمشي بيه يا جماعة، نلبس ويشح ونمشي بيه. إذن يا جماعة بصوتنا العالي وبروحنا وبثقافتنا وبسلوكنا وابتسامتك في وجه أخوك، إحنا بنحافظ على ثورتنا. جايين شهر الخير يا جماعة، جايين شهر الخير، جايين أحلى شهر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ابقى نحتني بأخواننا، نصل أخواننا يا جماعة. الما عنده حق فطور أو ما عنده حقيبة رمضان ما شرط تكون منظمة، تعال محمد وفلان وأحمد 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 أجمع شير 3 جنيه 5 جنيه 10 جنيه أصل وظل أفطر معه. أنت ما عندك إمكانية، في الناس اللي بتفطر في الشوارع في الأحياء، جيبونا عزومهم معاك، عزومهم جوا البيت، تعال جيبونا القيادة، تعال أفطروا. دي أول حسنة يا جماعة، أول حسنة نعملها بفطر أخواننا، بيشوف من المتأزم يا جماعة. إذا نحن السودان ما بقى ملا هذه الثغرة، إذا نحن نطلع من القيادة أول حاجة نحن نعملها شنو؟ نهتم بأخواننا، نهتم بأخواننا يا جماعة. شوف أخوك لو عيان حاول وفر له، ما ينقصك ما إلا تكون في منظمة ولا أكون في جهة، تعال من تلقى نفسك يتحركوا يا جماعة. في شباب أنا بعرفهم، شباب أنا بعرفهم شخصيا، الناس اللي بيعملوا شنو؟ بيجوا لدكان الحلة، الدكان اللي في الحلة بيشوفوه بيقول له يا أخي أدينا بالراحة الأسامي، الناس اللي بتتدين منك بيجي بسددوا الدين ده، تعرفين بيجمعوا القريش دي كيف؟ عن طريق الرصيد. انت الليلة الجنيه ما بيفرق معك صح؟ ما بيفرق معك، تحول جنيه في ده في ده في ده، بيجي يشطبوا الحساب وبقول له دفاع الخير. شوف الكلام ده، شوف الكلام ده جميل كيف؟ انت بتحسوا انه هو بسيط لكن هو تقيل، هو تقيل عن ربنا وتقيل لك انت في نفسك انك انت ساعدت اخوك. واجمل حاجه لما تساعد اخوك حتلقاه قدام، حتعرفه قدام، حتعرفه اسي في حياتك، حتلقى امورك ميسره. يا جماعه نحن شهر، الشهر ده لازم نحافظ عليه. والله زي ما قلت لكم نحن سودانيين ملالين بالطيبه، ملالين بالاخلاق، ملالين بالجمال الجوانا، اتولدنا كلنا بأمورة بتاع الطيبه واخلاق، فنحافظ على الكلام ده يا جماعه. وإن شاء الله ربنا يقدمنا ونقدم عليه رمضان وفعل الخير في رمضان، وأقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين وصايمين رمضان من غير كيزان، وكل عام وأنتم بخير. تكلم عن تجمع الصحة المهنية نفسه، إحنا شباب بنتجمع عن الصحة النفسية، ما شرط أزال لما تقول له صحة نفسية براو كده بخاف بقول لك يا أخي ده بتاع المجانين، لا لا والله لا لا وحاشا. نحن يمكن في التخصص ده بنهتم بسلوك الفرد وعلاقته بالمجتمع، فأسأنا زي ما ذكرت لكم في نقاط معينة تهتم بسلوكك، تهتم بنظافتك، تهتم بأسلوبك، هو حوارك، اهتم بصحتك، ده تخصصنا. عشان الواحد لما تقول له يا أخي علم نفسه يقول لك لا هذا بتاع المجانين أنا ما بقعد معهم، لا لا، نحن العمود أو ما نحن بنسمي أنفسنا نحن العمود الفقري للحياة. يعني ممكن الباحث النفسي او الاخصائي النفسي او المعالج النفسي هو بصمم لك وبنظم لك حياتك. في مشاكل بتجي في اي بيت بيكون عنده مشاكل، اي شباب عندهم مشاكل، علاقتك مع صديقك، علاقة البنات مع صديقاتهم قد تسبب لها بعض المشاكل وبعض الحواجز النفسية، بتلجا للنقطة دي بلقى هنا عناية خاصة من الباحث النفسي او المعالج او الاخصائي النفسي، بلقى المشاكل دي ووجهك إلى الطريق الصحيح كي تنهضي لمجتمع راقي وأنت تواجه بفكرك. ضغط الشغل عليك كان أنت محاسب، كان أنت محامي، كان دكتور، كان أي حاجة، بتلجأ للأخصائي النفسي وهو بنظم لك طريقة حياتك وطريقة أسلوبك. ولازم نحن أهم حاجة نحافظ عليها يا جماعة،
في ثورتنا دي وبرا ثورتنا لما ننتصر إن شاء الله نحافظ على سلوكنا يا جماعة، سلوكنا الطيب، سلوكنا الأخلاقي بكل معاني يا جماعة، سلوكنا لأنه أنت سودانية، لأنه أنا سوداني بحمل معاني الخير، بحمل معاني الحب، بحمل معاني الجمال لأني أنا سوداني. شكرا لكم كثير. تفضل يا كنداكا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نتمنى لك دائما تسود بدمان، نكتب له خلود. بحيي أنا في الحقيقة طولت من اللقاء جماهيري، آسفة فلو كنت متوترة أو أستر على اللي حدث حي لأجيكم. ما في مشكلة، تفضلي. بحني كل الناس بعيد برمضان الكريم، تفطروا تصوموا على خير، وإن شاء الله وإن شاء الله السنة الجاية يجينا رمضان نحن أكثر تطورا وازدهار، يكون السودان في إصطاف الدول المتقدمة في كل المجالات. نتمنى أن السودان نرتقي بالشخصية السودانية، نرتقي بذاتك، ترتقي بأنت كفرد. موضوع اللي هتكلم معاكم فيه الأمن النفسي. طيب نحن لما اجي اقول لك بحاجه بسيطه بكلامنا السوداني، لما نكون مجتمعين بقول لك في شنو، اجي اودعك بقول لك في امان، في امان الله. طيب مقصود بشنو الامان؟ لما اقول انسان عنده امان نفسي داخلي بتبادر لذهنك شنو؟ ممكن يجي على بالك شنو معناه انسان متوازن، متوازن فكريا، متوازن سلوكيا، في توازن في حياته، في علاقاته، في اسلوبه، في سلوكه في الحياة. اذا جينا لحياتنا العادية اللي عايشينها، نحن بنعيشها كشيء طبيعي كشعب سوداني بسيط. حاجتنا نحن لشنو؟ عشان نكون مؤمنين نفسيا. ليه الامان النفسي دائما؟ من شنو نكون مؤمنين؟ من شنو؟ اول حاجة بتكون انت عندك سلاح داخلي للصعوبات، للكوارث، للمصائب اللي بتجي عليك. انت عايش حياة الان، معلش يمكن انا يا جماعة اعذرني ما عايشة في السودان كثير، طيب ما عانيت المعاناة اللي انتوا عانيتوها. وبصريح العبارة يعني انا لما اجي امشي المواصلات الاقي في ناس مشردين في الشوارع، دي الاشياء اللي انا شفتها. انا لي في السودان يا جماعة شهرين وعايشة اكثر من 28 سنة، كنت منعمة صراحة أنا لما شفت الناس هنا كيف بتعاني، وإنه في ناس ما بتلاقي تأكل وجبة. الشيء ده كان بيحس فيه نفسي شديد، لأنه أنا ممكن أكون نايمة بتخمة ما أكل أحسن وأكل راكدة أحسن شيء وبتواصل بالأشياء، لكن في ناس في السودان فعلا ما كانوا بلاقوا وجبة واحدة يأكلوها. في ناس مشردين في شوارع زي أمهاتنا وأبهاتنا. الشيء ده حيرضيكم أنتوا؟ ما حيرضيكم. طيب ده جانب. سبحان الله أنا لما رجعت وشفت السودان بالطريقة دي معناته الناس دي دخلت في شنو؟ دخلونا في دواخلنا، ممتاز، في احشائنا. سنة زي ما قالوا دقت العظمة، وسنة اكلت اللحمة، وسنة عذبت يعني ما خلوا فينا حاجة. طيب حسبي الله فيه والجزاء. ممتاز، لا حول ولا قوة. ممتاز. هو انسان ما لاقي ياكل، ما لاقي يشرب، ما لاقي يعيش حياة كريمة، معناته حتتحطم ذاتيا، صح؟ ذاته من جوا عشان ينهض، عشان نحن ذاته نجي نقول له نكلمه شنو على السلوك السيء الجميل. يعني هنقول له يا فلان امشي ما تسرق، هنقول له ما لا انت امشي اكل من الحلال. هو ما لاقي ياكل، ما لاقي يشرب، ما لاقي ينام كويس. نحن هنكلم عن شنو ثاني في يعني اي سلوك بنطلب منه؟ اذا نحن ما انشانا مجتمع سليم عشان الناس تعيش في حياه سليمه، فكيف بنطالبهم؟ كيف نطلب الامان النفسي؟ بجد كيف نطلب منهم امان نفسي؟ انا ما نفسي ضد شنو؟ ضد الكراهيه. الان الشعب منفعل، الناس منفعل. انا بحتار لما الاقي واحد بيمسكوه في الشارع بقول له انت عم نجي بيضربوه من غير اي محاسبه قانونيه. السبب ليه وصلنا كده؟ ليه احنا كسودانيين وصلنا للدرجه دي؟ ليه؟ لانه اساسا نتعامل معامله سيئه. لقى شيء خلوه انسان حاقد، انسان كاره للمجتمع، كاره للخير، كاره لانه حتى حياه طيبه، حتى عبادته لله. يا جماعه ربنا لما انزل الدين المقام، معلش لانه انا بتكلم بالنقطه دي، ما لاني منقبه، ما مفهوم اني انا منقبه، لكن مفهوم انه البلد دي اتحكمت 30 سنه باسم الدين. اتحكمت 30 سنه باسم الدين، الدين بريء عن الحاجه دي. نعم بريء براءة دم
يوسف نزيف يعني ما له أي علاقة. الدين جميل لكن الناس مثلوا الدين مثلوا في أسوأ تمثيل. نقطة واحدة معلش نرجع كمان عشان ما أطلع أرجع للأمن النفسي. يعني مفهومنا شنو نحن الأمن النفسي؟ لو سألت أي واحد منكم يعني شنو أمن نفسي؟ الاستقلال والحرية والطمأنينة. قربي قربي للمايك. الاستقلال الحرية الطمأنينة عدم توفر الثقة الإنسان. ممتاز كلام جميل. أنا ما بقدر أقول ذاك ما بقدر أزدع له حاجة. يعني الأمن النفسي التوازن الأخلاقي. التوازن الأخلاقي جميل. بعرف لكم وأقول لكم الأمن النفسي هو التوازن الأخلاقي. يعني يكون عندك أنت وده بيعقدني لحاجة أتكلم فيها. مفهومنا شنو للثورة؟ نحن لا سرنا وجينا سرنا. مفهومنا الحقيقي للثورة شنو؟ مفهومنا الحقيقي عشان أنت تكون فرد فعال. أنت السائر معناته أخي أنا جماعة سائر ضد شنو؟ سائر ضد الظلم. ما تكون ظالم. ضد الحريه ما تقلق حريه الناس. ضد شنو دار انت ساير ليه انت؟ عشان السلام. السلام ده شنو؟ السلام ده بيجي اصلا نابع من داخلنا ربنا سبحانه وتعالى. السلام المؤمن المهيمن هو اسم من اسماء الله الحسنى. اسم من اسماء الله الحسنى. انت سرت عشان تجيب السلام خليك انسان عايش سلام داخل نفسك وحواليك وحاول ترجم سلوكك. لو سلوكك ترجم السلام معناته انت حققت الحاجه اللي انت صرت ليها. الان دماء يا اخواننا ناس تركب بيوتها ناس شايف عشان الشوارع شايفين البلد حاله كيف. نحن عايزين نصل لاهداف اللي هي شنو؟ نكون نعيش تحت مظله العدل والمساواه والحريه بمفهومها الصح بمفهومها الجميل بمفهومها اللي بيخليني انا كفرد الليله انا قالوا انا عايز اعيش سلام اوكي وعايزة أعيش الحرية وعايزة أعيش العدالة. أول حاجة بعملها أنا في نفسي بعمل شنو للسودان؟ لو كنت بتاجر بالمخدرات أترك تجارة المخدرات. لأن ضد شبابنا. لو كنت بتاجر بالعملة أترك تجارة العملة لأنه بدمر الاقتصاد السوداني. لو كنت بترمي باغة وسخانة في الشارع أتعلم أبقى نظيف. مش تبقى نظيف في نفسك والسودان وسخان وبلدك وسخان. من أكثر الحاجات اللي ألمتني والله ألم. أنا جيت السودان كنت بقول أنا ما بقدر أعيش في السودان. عارفين ليه يا جماعة؟ لأنه لقيت السودان بلد وسخان. يعني بمشي في كل مكان. أنا عشت في مكة عشت في جدة شفت مصر اللي إحنا بنقول لك مصر ونتريق عليه وده بنقال ويتريقوا عليه ونحن رافعين راسنا كسودانيين بنختلط بلدنا بالمستوى ده. ليه بلدنا وسخانة؟ رقم واحد. ليه نحن ما متوفر لنا الأكل والشراب؟ أنا جيتكم والله من السعودية يا جماعة بقول لكم حقيقة. جيت ما أملك إلا 1000 ريال وعملة خروج نهائي والله الحق. في السعودية درستها لكن يعني ما كان لي أي حياة في المملكة. ما جيت بذهب زي معلش الكلمة ده أنا بقول لكم ما جيت بذهب ولا بعدة. أسألوا عني أنا اسمي أميرة الفكي قصائية نفسية درست أي حاجة. ما جيت بأي جيت صفر اليدين ما أملك ولا ريال. لما جيت حبيبتي الله يسعدك الله أكبر. لكن عايزة أقول لك حاجة. عايزة أولادي تعالج مجان. أنا أولادي لما جيت السودان لأنه المولاد لأنه والدهم برا والله الحق أنا كل أولادي مولودين برا لكن كل يومين ثلاثة بشيل واحد مودين المستشفى وبخسر فيه فلوس. أخسر فيه من 1000 ل 2000. السبب إنه ما في علاج مجاني. طيب الأكل والشراب بنعاني. نحن كنا بناكل وجبات بنقيل القلص الوجبات أوكي. السبل الحياة بيختلف من مكان لمكان. لكن اللي أنا جيت سودانية عايزة أعيش في بلدي ودي بلدي ما أعيش حياة كريمة ليه؟ أكون برا عايشة برا السودان زي ما قال نيازي إنه السوداني برا سمعته جميلة. يعني يقول لك ده سوداني. أنا عايزة أأمنه على أولادي عايزة أأمنه على المال عايزة أأمنه على أشياء كثيرة في حين إنه داخل بلدنا سمعتنا سيئة. ما بقصد بس سمعة سيئة مستوانا المعيشي سيء. ده الكلام اللي أنا عايزة يعني عايزة يوصل. شكرا للدكتورة. وحقيقة أنا دارس من ناحيتنا مثلا مختصة في السلوك والنفس مختصة في السلوك النفس. الثورة الليلة قامت ضد إيقاف حروب كثيرة جدا في جبال النوبة وفي دارفور. أنا متأكد أنت عندك أفكار للناس اللي عانت من الدمار الشامل اللي تم في دارفور وناس النزوح
وحتى في جبال النوبة اللي تعرضوا للضرب والانتنوف والناس اللي تهجرت من منازلها. كيف نحن نقدم الدعم النفسي والدعم بطريقة إنه الإنسان ده يقدر يعرف إنه في ناس معاه ويندمج في المجتمع من أول وجديد؟ أعتقد إنه ممكن يكون عندكم دور في الحتة دي، ولا بتوافقني الرأي ولا رأيي ده ما صح؟ سؤال جميل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني علي صوتك وقريب المايك. في حتة النظافة طبعا معروفة الإسلام، يعني النظافة من الإيمان، لكن برضو النظام السابق بأفاعيله الغير أخلاقية وبسوء إدارته للبلد هي المسؤولة في الأساس عن سلوكيات عدم النظافة بتاعت المواطن أو بصفة عامة. ليه؟ لأن المواطن بيدفع يعني شهريا بتاعت النظافة وبتاعت النفايات، لكن ما لما يطلع من عتبة بيته ما بيلقى أثر للقروش اللي بيدفعها، فدي برضه يعني. كلام جميل. قبل ما أجاب على سؤال الأخ، هي ما بتعرف رواندا؟ في ناس سمعوا ببلد اسمها رواندا في أفريقيا. رواندا دي من البلاد اللي اتفاجأت فيها لما عرفت معلومات عنها، إنه من 2005 كان عندهم حرب أهلية، كان عندهم مجاعة. تخيلوا من 2005 إلى 2015 بقوا ناس بقوا من الرواد. كرسي. اشتروا، عارفوا اشتروا شنو؟ اشتروا الدوري الإنجليزي، وعاصمتهم صنفت من أجمل العواصم عالميا. السبب القضاء الفعلي على الفساد. السيزول ده قال شنو يا جماعة؟ لما داري علق على نظافة البلد قال والله نحن بجمع مننا فلوس لكن ما عارف إنها بتمشي وين. طيب بيجمع فلوس ما عارف إنها بتمشي وين، هي ضاعت مع أي حاجة تسرقت من البلد ده. وأنا بحتزم إنه أنا ممكن ما عندي يعني في ناس في المجال ده يكونوا عارفين في البلد الحاصل شنو الضاع والما ضاع. أنا ما معليش، أنا ما عشت في السودان كثير وبقول الحاجة دي متأسفة لها جدا، فما عندي خبرة في حياة السودان سياسيا أو يعني اقتصاديا. الحاصل شنو بالضبط في الحاصل شنو بالضبط في البلد أنا ما عارفة، لكن الشيء شافته عيني يكفيني. ما عايز أعرف أشياء دقنه والفلوس دي مشت وين وعد عمل باشنو والأكل والطلعة، لا يكفيني شايف الشوارع، يكفيني شايف الناس مشردين، يكفيني شوف ناس زي أمي وأبوي قاعدين في الشوارع ومشردين. يعني في مناظر كانت بتحزني في السودان، والله بتحزني شخصيا، وأقول يا رب يا رب يا رب، يعني أنا يعني ما قادر أعيش في السودان ده، لكن ما قادر أعيش، لكن ربنا يقدر إني أعيش. طيب يمكن أنا استرسلت في مواضيع كثيرة، لكن الأمن النفسي حاجتنا لو في ماسة في حياتنا، كوننا نكون مؤمنين. سؤالنا الاندماج. اندماج الناس المتسببة في الصدمات. نعم. قال الناس اللي بتكون تعرضت لحروب، الناس اللي بتكون تعرضت ل صدمات.